لم يكن محمد عبد العزيز طالب كلية الهندسة بجامعة بنها الذي سقط قتيلا مؤخرا على يد طالبين أوهماه ببيع جهاز لابتوب عبر أحد مواقع البيع والشراء الإلكتروني. هو الضحية الأولى لمواقع وتطبيقات التسويق الإلكترونية، فقبل أيام شهدت أيضا حالة أخرى ولكنها انتهت بإصابة الطالب إسلام بعدد من الجروح بمختلف جسده. حوادث تكررت على فترات متقاربة، فكانت الأولى في شهر أكتوبر لعام 2016، وكانت الواقعة جريمة نصب، ثم تمكنت مباحث الإنترنت من التوصل للجاني واسترداد الأموال التي تم سرقتها. خبراء البرمجيات أفادوا أن فرض رقابة على عمليات البيع والشراء وتتبع العملاء يظل أمراً في غاية الصعوبة، طالما ظلت عمليات التجارة عبر هذه المواقع متاحة للأفراد غير المقيدين بسجل تجاري أو مكان ثابت ومعروف تتم فيه عملية البيع والشراء. وأكدوا أن الطريقة الوحيدة لمراقبة عمليات البيع والشراء عبر هذه المواقع هي أن تكون مسموحة فقط للمحلات التجارية المعروفة التي تمتلك سجلات تجارية ومعلومة المكان بشكل يسهل تتبع عملية البيع ومعرفة أطرافها، لكن المشكلة أن هذه الشروط لا تتوفر في كل مواقع وتطبيقات التسويق الإلكترونية، ليبقى الخطر مستمراً في الفضاء الإلكتروني، ينتظر من يقع عليه الاختيار ليكون ضحية على أرض الواقع.